نشرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة فيديو بتبين فيه عم ترقص على غنية الفنان الإماراتي حسين الجسمي مهم جدا. هالفيديو هو من كواليس تصوير مسلسل العودة اللي عم يتصور حاليا ببيروت من بطولة دانييلا، نيكولا معوض، رودريك سليمان، إخراج إليس سمعان وإنتاج إيجل فيلمز. نفيت شام الذهبي بنت الفنانة السورية أصالة نصري خبر طلاق أصالة وزوجها المخرج طارق العريان، ونشرت شام صورة بتجمعها بأصالة وطارق بتبين فيها شام وأصالة عم يضحكوا وطارق عم بخبي وجهه من الكاميرا. قال الممثل المصري جلال الشرقاوي إنه الفنان المصري محمد رمضان بيقدم فن مش منيح للمجتمع واعتبره قدوة مش منيحة للشباب، وقال جلال إنه الجيل الجديد عم بقلد اللي بقدمه محمد رمضان بأعماله السينمائية والدرامية من قتل وعنف ودم، ووصف أعماله بأنه نوع من الإرهاب. عمل المنتج اللبناني صادق الصباح مفاوضات مع الممثل السوري باسل خياط ليشارك باسل ببطولة مسلسل أسود فاتح اللي رح تكون بطلته الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، ورح ينعرض بشهر رمضان 2020. وبحسب معلومات موقع الفن وصلت المفاوضات تقريبا لآخرها، ورح يمضي باسل على عقد مشاركته بالمسلسل بأقرب وقت. خضعت الفنانة شمس الكويتية لجلسة تصوير خاصة، ونشرت شمس صورة هي ولابسة ثياب من الجلد الأسود وواقفة قدام سيارتها ومكتوب بدل نمرة السيارة اسم شمس، وعلقت على الصورة اللهم بال طويل أو مسدس مرخص، وقالت أنها عم تتعرض للإزعاج بهالفترة. نشرت الفنانة المصرية سما المصري فيديو بتبين فيه هي ولابسة النقاب، وقالت انها تنكرت ونزلت على السوق تشتري خضرة. متابعين سما انقسموا بين اللي حبوا هالفيديو وبين اللي انتقدوها لان مش لازم تلبس النقاب وتعمل حركات مثيرة. لمعرفة كافة الاخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.